مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم كوكتيل كتير طيب. عنا اول شي فريز، فراولة، موز، حليب، عسل. بحط الفريز بالخلاط، اسمعوا، موز، راح استعمل موزتين، حليب، كمان كوب تاني حليب، تحط كوبين حليب، هيدول كوبين الحليب بيعادلوا 600 ميلي حليب، عسل، حطت حوالي ملعتين طعام عسل. دور الخلاط، هذا الكوكتيل اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.